يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا استأجر شخص سيارة فهل البنزين يكون على المستأجر أم على المؤجر؟ على المؤجر، بنزين يكون على المؤجر إذا لم يكن هناك شرط. أما إذا كان هناك شرط أن البنزين على المستأجر فيلزم الشرط، أما إذا لم يكن هناك شرط فالمؤجر يلزمه كل ما يمكن المستأجر من الانتفاع. نعم.